وللخوض أكثر في موضوع خطاب رئيس الجمهورية المرتقب اليوم والموجه للأمة، نربط الاتصال عبر تقنية سكايب بالأستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر البروفيسور العيد زغلامي. أهلا بك بروفيسور. خير وشكرا على الاستضافة. العفو بروفيسور. بروفيسور، إذا بعد دقائق من الآن الكل على موعد مع خطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة. بروفيسور، ربما الخطاب التقييمي لرئيس الجمهورية سيتناول جوانب عدة في مختلف القطاع ينتظرها أو في مختلف القطاعات ينتظرها الجزائريون. بروفيسور، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد جليا أن أهم النقاط التي سيتطرق لها الرئيس الجمهورية حتما ستكون سياسة داخلية وسياسة خارجية، وبطريقة أوضح سيتطرق إلى الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل البلد، دون أن ننسى أن يكون فيها تطرق إلى الوضع الجيوستراتيجي، سواء كان في منطقة طبيعة الحال المغرب العربي، في منطقة الساحل، او في منطقه الشرق الاوسط، دون ان ننسى الاوضاع في غزه، وبطبيعه الحال في كل بما فيها تحذير الى مكانه الجزائر في مقعد لها دائم غير دائم في منطقه في الامم المتحده. على كل الذي اريد ان اضيفه كذلك هو شكلا نظن هذه سنه حميده يقوم بها رئيس الجمهوريه، ودسترت هذا اللقاء سنويا، يدل على ان رئيس الجمهوريه يمتثل الى قواعد ان مفادها ان يحترم فيها ويعيد الاعتبار الى هيئات الدوله الجزائريه، وهنا حتما يتم فيها بما يسمى ب الديمقراطية التشاركية، فهو طبيعة الحال يشارك في مواقفه ومساءلة إذا صح مساءلة. الرئيس الجمهورية يقدم عرض حول نشاطاته 4 سنوات، ويريد المساءلة، ويريد يعني أن يكون فيها تجاوب وطبيعة الحال تفاعل مع الطبقة السياسية، مع الهيئات، سواء كان هيئات ممثلة للشعب أو هيئات ممثلة للجماعات المحلية. بروفيسور، يعني في هذه النقطة بالذات إرساء تقليد الخطاب السنوي لرئيس الجمهورية أمام نواب البرلمان، بروفيسور هل ترى أنه أو أنها خطوة إيجابية تعمل من أجل إزالة الجليد بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يندرج أيضا في إطار العمل المتكامل بينهما وجعل العمل بين المؤسستين يتميز بالإنسيابية بروفيسور؟ حقيقة كما قلت، هو أولا إعادة الاعتبار إلى دور المؤسسات، وهنا يتجسد مبدأ الجزائر دولة لا تزول بزوال الرجال، بل هي دولة المؤسسات، وهذا هو الأساس يعني في جوهره. بطبيعة الحال هنا ماذا يريد الرئيس الجمهورية من خلال لقائه اليوم مع الغرفتين؟ هو أولا يعطي لهم الاعتبار ويحترم هذه الهيئات، لأن بعد قبل كل شيء سواء مجلس الشعب الوطني فهو ممثل للشعب، ممثل للجماهير، أو مجلس الأمة فهو بطبيعة الحال ممثل للجماعات المحلية. نظن هذا حتما من هنا مقاربة الرئاسة الجمهورية، هو التكامل والتنسيق بين كل هيئات المخول لها دستوريا، من حيث المسؤوليات المخول لها دستوريا، وانطلاقا من هذا فهو يقوم بسنة حميدة في احترام لكل هيئات الدولة الجزائرية، وهذا نظن ما يزيد إلا تحسين الجبهة الداخلية، ما يزيد إلا ثقة في مؤسسة الدولة، وفي نفس الوقت تجسيد على أرض الواقع كل الالتزامات التي جاء بها رئيس الجمهورية من خلال 54 التزام، إضافة إلى تجسيد مبادئ وقيم الدستور 2020. بروفيسور، ربما المهم أيضا في هذه الخطوة، ألا ترى أن مثل هذه الآليات الدستورية التي تكرس العهد الجديد للجزائر من شأنها السماح بتقوية الجبهة الداخلية، خاصة وأن التوجه إلى الشعب اليوم هو عن طريق ممثليه؟ أعتقد رئيس الجمهورية هو يخاطب الشعب عن طريق الغرفتين. ماذا يعني من هنا؟ يعني يريد أولا أن يقدم حصيلة ما تم إنجازه منذ 4 سنوات، رغم كل العوائق أقول السياسية والطبية والصحية وغيرها، فهو يقدم حصيلة 4 سنوات، وفي نفس الوقت حتما يقدم من خلال هذه الحصيلة ما تم إنجازه ما هو مبرمج، فبديهي أن يكون فيها نقاش، يكون فيها طبيعة الحال
اقتراحات وتساؤلات، ولكن في جميع الحالات الذي يريده من خلال هذه المقابلة أو أقول الخطاب اليوم هو لا لشيء إلا لأن يوضح حقيقة الواقع الاقتصادي وحقيقة الواقع الاجتماعي وحقيقة الواقع السياسي وبالأرقام الصحيحة والدقيقة. وكما قال في وقت مضى، الأرقام الصحيحة هي التي تسمح لنا بأن نأخذ قرارات صائبة. هذا ما كنا نفتقده في الماضي، كان فيها غموض، كان فيها نوع من يعني الضبابية. اليوم رئيس الجمهورية ينتهج سياسة الأرقام الحقيقية التي تمثل الواقع، ما يكونش فيها مغالطة، ما يكونش فيها تمويه من طرف أي جهة. ولهذا طلب في أكثر من وقت مضى لابد أن نعمم الرقمنة التي هي تقدم لنا مزيد من الشفافية ومزيد من الوضوح في كل ما تم إنجازه ولم يتم إنجازه. إذن هي صورة حقيقية، يريد رئيس الجمهورية أن يقدم الأرقام، وهي صورة حقيقية لما هو منجز على أرض الواقع. أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر البروفيسور العيد زغلامي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.